السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس الفيزياء 5 فيز 313. موضوع درسنا لهذا اليوم بعنوان النواة، وسنتطرق للجزء الأول. خلونا نشوف مع بعض شنو أهداف درسنا اليوم. بناخذ اليوم 4 أهداف. الهدف الأول أن نحدد عدد النيوترونات والبروتونات في النواة، والهدف الثاني أن نصف حجم النواة، وبعدها سنميز نظائر العناصر، وفي الأخير حساب متوسط الكتلة. بداية، ما هي أهمية الفيزياء النووية؟ عندما نتذكر الفيزياء النووية أو يخطر على بالنا هذا المصطلح، نتذكر الانفجار النووي، وهذا الشيء ضر البشرية بشكل كبير. بالرغم من الانفجار النووي، إلا أن الفيزياء النووية لها أهمية كبيرة في العديد من التطبيقات الطبية وفي الأبحاث الطبية وإنتاج الطاقة وكذلك دراسة تركيب المادة. فأهمية الفيزياء النووية لها العديد من الأهمية. الآن أعزائي الطلبة، سنقوم بوصف النواة. لنتذكر معا ما هي النواة. النواة هي المركز للذرة. سنكبر هذا الجزء، وهذا الجزء هو النواة. بداية، من خلال تجارب تشتت الأشعة السينية التي أظهرت نتائجها أن البروتون الموجب الشحنة له نصف كتلة النواة. يعني داخل النواة كما ذكرنا سابقا تتواجد الشحنات الموجبة. هذه الشحنات الموجبة لها كتلة تساوي نصف كتلة النواة. إذن النصف الآخر أين ذهب؟ عندما نطرح هذا السؤال، سنتوصل إلى أن ما جاء به العالم شادويك من خلال اكتشاف وجود جسيم متعادل سمي بالنيوترون. فكذلك هناك جسيمات داخل النواة، لكن هذه الجسيمات لا تحتوي على شحنة، فهي متعادلة. فالنصف الآخر من كتلة النواة هي في كتلة النيوترونات، نصف كتلة النواة. يعني أعزائي الطلبة، لما نجمع كتلة البروتون مع كتلة النيوترون راح نوصل إلى كتلة النواة، وهذا ما فسر أن كتلة النواة المفقودة ستكون موجودة في النيوترون. والآن سنقوم بحساب كتلة النواة وشحنتها. سنرمز في البداية إلى رمز العنصر بالرمز X. X هو رمز العنصر. طبعاً كل عنصر يحتوي على نواة ويحتوي على إلكترونات وبروتونات. فإذا جينا إلى العنصر نفسه، منشوف إن العدد الذري هو عدد البروتونات، ونرمز له بالرمز Z. فZ هو العدد الذري، بينما العدد الكتلي يرمز بالرمز E. فE هي العدد الكتلي. العدد الذري هو عدد البروتونات، فهي B. نرمز إلى شحنة البروتون بالرمز B. بينما العدد الكتلي هو عدد البروتونات وعدد النيوترونات. فإذا جينا إلى العدد الكتلي، هو البروتونات زائد عدد النيوترونات. إذن عند إيجاد شحنة النواة الكلية، سنلاحظ أنها تساوي عدد البروتونات مضروبة في الشحنة الأساسية. ما هي شحنة البروتونات؟ كما ذكرنا أن Z هي شحنة البروتونات، نضربها في شحنة الشحنة الأساسية، سنحصل على شحنة النواة. كيف يمكن حساب شحنة النواة الكلية؟ طبعا سنقوم بحساب الشحنة من خلال ضرب عدد البروتونات في الشحنة الأساسية.
عدد البروتونات وين موجود؟ موجود في العدد الذري، مثل ما ذكرنا من شوي ان العدد الذري هو زد وهو المسؤول عن عدد البروتونات. كيف يمكن ايجاد كتلة البروتون؟ طبعا كتلة البروتون وكتلة النيوترون متساويتان وتساوي وحدة الكتل الذرية من خلال ان 1 يو هي وحدة الكتل الذرية تساوي 1.66 في 10 أس سالب 27 كيلو جرام. والآن سنقوم بإيجاد عدد النيوترونات من خلال معرفتنا بأن العدد الذري هو عدد البروتونات والعدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. فعند طرح العددين، ملاحظ لما أطرح العددين عدد البروتونات سيختصر وفي النهاية بنوجد عدد النيوترون. فمن خلال هذه المعادلة عندما نريد إيجاد عدد النيوترونات سنقوم بطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري. الكتلة التقريبية للنواة تساوي مجموع عدد النيوترونات والبروتونات مضروبا في وحدة الكتل الذرية. فإذا جيت وين موجودة النيوترونات والبروتونات؟ موجودة في العدد الكتلي، فسنقوم بأخذ العدد الكتلي ونضربه في وحدة الكتل الذرية وسنحصل على كتلة نواة. والآن لنطبق في حل المسائل هذه القوانين. السؤال الأول، إذا كانت الأعداد الكتلية لنظائر أنيون كما ذكرنا منذ قليل أن الأعداد الكتلية ترمز بالرمز A والعدد الذري له اللي هو الرمز Z، ما هو عدد النيوترونات؟ طبعا مثل ما ذكرنا أن رمز العنصر نرمز له بالرمز X والعدد الكتلي هو A، العدد الذري هو Z. كيف يمكن إيجاد عدد النيوترونات وهو N؟ حاولوا أعزائي الطلاب في ورقة وقلم إيجاد عدد النيوترونات من خلال العدد الكتلي والعدد الذري. طبعا أول خطوة من هذه الخطوات إن احنا نكتب رمز العنصر، رمز عنصر النيون هو Ne والعدد الكتلي هو 20 للنظير الأول والعدد الذري للنظيرين متساوي اللي هو 10، هذا بالنسبة إلى النظير الأول. النظير الثاني نفس العنصر النيون يحتوي على 22 العدد الكتلي ويحتوي على 10 هو العدد الذري. أخذنا من شوي علشان نوجد عدد النيوترونات نقوم بطرح، فإن تساوي A ناقصاً Z. فالخطوة جداً سهلة، هي أن احنا بناخذ العشرين من نقصها من العشرة، فبيطلع لي N تساوي 20 ناقص 10 تساوي 10. طبعاً هذا عدد النيوترونات، لكن في الحالة الثانية N راح تساوي 22 ناقص 10 فتساوي 12. تأكدوا أعزائي الطلبة أن الجواب طلع عليكم بشكل صحيح. وفي السؤال الثاني، ما الجسيمات التي تكون نواة الفضة AG149 وما عددها؟ أول شغلة أعزائي الطلاب نكتب الرمز AG والعدد الكتلي 109 والعدد الذري هو 47. ما هي الجسيمات؟ الجسيمات مثل ما ذكرناها من شوي هي عدد البروتونات وعدد النيوترونات. حاولوا توجدون نفس الطريقة السابقة، بعطيكم 15 ثانية. المفروض 15 ثانية هي كافية لإيجاد الحل، والسبب أن العدد الذري هو نفس عدد البروتونات. فالمفروض أن أنتم توجدون عدد البروتونات أنه يساوي 47، وعدد النيوترونات ناتج طرح العدد الكتلي من العدد الذري، فالمفروض أن احنا ناخذ 109 نطرحها من 47، فالناتج المفروض يطلع عليكم أن عدد البروتونات 47 وعدد النيوترونات يساوي 62.
فنتخيل حجم النواة. خلونا ناخذ مثال بسيط على لوصف حجم النواة من خلال هذه الصورة. إذا اعتبرنا أن القمر هو الذرة، هذه هي الذرة، هذه هي الذرة، فمنشوف أن قطعة النقود المئة فلس هي تمثل النواة. لاحظوا يا أعزائي الطلاب الفرق الكبير في الحجم. إذا كانت الذرة حجمها حجم القمر ستكون النواة قطعة جدا صغيرة، فهذا شيء تخيلي علشان نقدر نتخيل أي كثر النواة بتكون صغيرة جدا. فإذا جينا إلى حجم النواة بنشوف أن قطر النواة يساوي تقريبا 10^14 متر، وتشغل حيزا صغيرا جدا من الذرة، أن هي كلش صغيرة داخل الذرة، فهي تشغل حيزا أقل. طبعا أعطانا هنا مقارنة، تشغله الشمس في النظام الشمسي، فمقارنة الشمس بالنظام الشمسي النواة تكون أصغر من ذلك، بالإضافة إلى أن كثافة النواة كبيرة جدا بطريقة غير متخيلة، فكثافتها تقريبا 1.4 × 10^18 كيلوغرام لكل متر تكعيب. والآن هل لجميع العناصر العدد الكتلي نفسه؟ طبعا هذا السؤال، هاي السؤال لما نتذكر السؤال الأول اللي حليناه نتذكر كلمة النظائر، الحين بناخذها في هاي المحتوى. عند تحليل عينت عنصر النيون باستخدام مطياف الكتلة، وجدنا ظهور بقعتان ناتجتان عن ذرتين مختلفتين للنيون، فعندنا النيون رمزه Ne النيون، لكن هناك اختلاف في العدد الكتلي، ان واحدة 22 والثانية 20، هذه تسمى النظائر. إذا النظائر أعزائي الطلاب هي ذرات العنصر نفسه تتساوى في العدد الذري، لاحظوا وياي ان هي متساوية في العدد الذري ومختلفة وتختلف في العدد الكتلي، فنلاحظ ان العدد الكتلي اللي فوق مختلفة، عندنا 20 مثل ما ذكرنا و22. طبعا عندما تتساوى في العدد الذري بنلاحظ ان السلوك الكيميائي يكون نفسه، وعندما تتساوى في العدد الكتلي تعطينا السلوك الفيزيائي نفسه. اوكي، اذا تسمى نواة النظير تسمى بالنويدة، وهذا مصطلح مهم ان انتم تعرفونه، بالإضافة إلى أن جميع نظائر العنصر المتعادلة كهربائيا لها العدد نفسه من الإلكترونات حول النواة. خلونا نشرح شنو معنات أن هي متساوية في الإلكترونات. ذكرنا من شوي أن العدد الذري هو عدد البروتونات، وأخذتم سابقا أن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات، فهذا يفسر الجملة الأخيرة أن جميع نظائر العنصر المتعادلة لها نفس العدد، لأن العدد الذري لا يتغير. والآن سنقوم بحل هذا السؤال لتطبيق المعلومات. لاحظ نظائر الهيدروجين ونظائر الهيليوم واكتب رمز النظير. طبعا نذكر مع بعض أن كتابة رمز النظير لازم نكتب X هو رمز النظير، ونكتب A وهو العدد الكتلي، وZ هو العدد الذري. ما هو العدد الكتلي؟ خلونا نتذكر، طبقنا من شوي أن العدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات، والعدد الذري هو عدد البروتونات. شوفوا وياي نظائر الهيدروجين، طبعا في البداية لازم نرمز إلى الهيدروجين بالرمز H. لاحظوا وياي النظير الأول عاطينكم أعزائي الطلبة عدد البروتونات والنيوترونات، كذلك في النظير الثاني والنظير الثالث. هل تقدرون أنتم توجدون رمز كل نظير من هذه النظائر؟ يلا حاولوا تحلون السؤال.
خلينا نشوف النظير الأول. النظير الأول طبعاً أول شغلة بنحط رمز العنصر. عدد البروتونات هو العدد الذري، فلازم نكتب تحت واحد. وعدد العدد الكتلي هو ان احنا نجمع العدد اللي فوق مع العدد اللي تحت، لازم نجمعهم مع بعض فبيعطيني واحد. فهذا رمز النظير الاول. النظير الثاني احط رمز العنصر، عدد البروتون نحطه تحت واحد، والعدد الكتلي هو مجموع البروتون زائد النيوترون بيكون عندي اثنين. في النهايه بنحصل على H تحت البروتونات واحد ومجموعهم بيعطيني ثلاثة. فمثل ما ذكرنا من شوي أن النظائر لها نفس العدد الذري ومختلفة في العدد الكتلي. لما نجي إلى نظائر الهيليوم، طبعا نظير الهيليوم نرمز لي بالرمز HE، هذا الرمز مال الهيليوم. فإذا جيت للحالة الأولى، الحالة الأولى بحط رمز الهيليوم يحتوي على اثنين بروتون فبحطها في العدد الذري، ومجموع البروتونات والنيوترونات ثلاثة، الأعداد ثلاثة، فنحصل على العدد الكتلي. بالإضافة إلى النظير الثاني للهيليوم HE، عدد البروتونات اثنين وعدد النيوترونات زائد البروتونات يساوي أربعة، فنحصل على النظير الثاني. وفي نهاية هذا الدرس أعزائي الطلبة سنتعرف على كيفية حساب متوسط الكتلة. ما هو متوسط الكتلة؟ متوسط الكتلة هو كتلة نظائر العنصر الموجودة في الطبيعة، وتعرفنا على النظائر. مثال: عند قياس الكتلة المقيسة لذرة غاز النيون الموجودة في الطبيعة وهي 20.183 يو، وهذا الرقم هو متوسط كتلة نظائر النيون. كيف يمكن قياس كتلة النظائر؟ طبعا باستخدام مطياف الكتلة يمكن قياس هذا المتوسط. وفي النهاية أعزائي الطلبة أتمنى أن أنتم استفدتون من درس اليوم وتحاولون تحلون مسائل أكثر، ونلقاكم في الجزء الثاني. إلى النواة، مع السلامة.